مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار الساحل. عقدت مؤخرا بلدية سوسة جلستها التمهيدية التي تم خلالها مناقشة ما تم التوصل إليها خلال جلسات الاستثمار التشاركي 2017 بمشاركة مكونات المجتمع المدني والمواطنين الذين عبروا عن ملاحظاتهم تقدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليها، إلا أنهم عبروا عن عدم حسن ترتيب المشاريع حسب الأولوية وتقديم ما لا يحتمل التأجيل. أما من جانب مكونات المجتمع المدني فقد عبر السيد فيصل عبيد رئيس جمعية سوسة غدا عن الفشل الذريع الذي واجهته بلدية سوسة رغم تخبطها المستمر في محاولات القضاء عن الانتصاب الفوضوية وما تسببه هذه الظاهرة من تشويه المنظر العام للمدينة العتيقة. بالنسبة للجلسة التمهيدية احنا ديما نحضر وديما نجيو وكما قلوا فيها منضبطين باش نكونوا معناتها مطلعين على فحوى كل البرامج اللي يعني تستنتج فيها البلدية والمستشارين، ومع كل احتراماتي لهم انه موقفنا ديما كان واضح في عديد النقاط. معناها جلسنا جلسة أولى والبارح جلسنا جلسة ثانية كمعناها لجان مناطق، وإحنا في نحل قوس هنا أغلب اللجنة متاع سوسة الجنوبية شباب وشابات، فهمني؟ باش إحنا نحبوا نزيد نفعلوه في الحكم الرشيد، معناها يلزم شنو يلزم هنا التطبيق كما ما نحبش نرجع أنه يلزم التسريع في الإنجاز، وهذا هو. الوضعيات الاجتماعية تتطلب غالباً التدخل والمساعدة لينقذها من عواقب وخيمة، ولكن حالة المواطنة لطيفة الشواري أصيلة القلعة الكبرى قلبت جميع الموازين. ابنة المعنية بالأمر قالت إنها تلقت وعوداً من الفرع المحلي لجمعية الهلال الأحمر بالقلعة الكبرى ومعتمد الجهة بالنيابة بإعادة بناء منزلها بعد هدمه وتحمل مصاريف استئجار منزل للعائلة لمدة 3 أشهر، وهو ما لم يتم فعلا رغم هدم المنزل على حد تعبيرها. من جهته نفى الكاتب العام لفرع الهلال الأحمر بالقلعة الكبرى هذا الخبر ووضح الموضوع لكاميرا ساحل تي في. كنا طيبة برشا 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 وقصدنا الهلال الأحمر ووقفوا معانا وعاونونا، لكن تو 3 شهور الحالة هي احنا تفهمنا معاه قال مش نهدوها في 3 شهور مش تكون حاضر، توعنا 3 شهور وداخلين في الشهر الرابع وما فما حتى شيء. انت كتشوف وقتاش هذا صار المحضر هذا، يعني 28 ديسمبر احنا تو في شهر جانفي، التسجيل نتاعكم انتوما صار تقريبا في حدود 20 جانفي ولا حاجه كيما هكا، يعني انت في ظرف 20 يوم اسكو في ظرف 20 يوم قادر انك تبني؟ ما احناش مخلين بالتزاماتنا ومحناش مجرد جمعية، احنا الهلال الأحمر منظمة عالمية، منظمة منا عندها سمعتها عندها اسمها، مش احنا اليوم مش نجيو نتلاعبوا به. عبر متسكنو منطقة حي الزهور بسوسة عن استيائهم واستغرابهم من المبالغ الواردة بالفواتير الاستهلاكية للكهرباء والتي تراوحت جميعها بين 400 و800 دينار، رغم خلاصهم لجميع الفواتير التقديرية والاستهلاكية السابقة. بعد الثورة معناها خاصة في 2016-2015 ولت عنا ظاهرة جديدة أختي، ما عادوش يجي ويهزوا كونتر، يبعث لك تقديرية، فاتورة تقديرية، فاتورة تقديرية يجيب لك يبعث لك فاتورة، المواطن يمشي يخلص يجيك في آخر العام معناها يعني في شهر جانفي يقول لك هاو 800 دينار، هاي 900 دينار، يعني يجبروا المواطن يما يقطعوا له قسمه صغاره معناها، وإلا معناها يقصوا عليه الضوء. أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إجراء حركة في سلك المعتمدين شملت الولايات 24 بين نقل وإعفاءات وتعيينات جديدة، وضمت الحركة أكثر من 114 معتمد
وشملت ولاية سوسة بتعيين كل من أمل سعداوي معتمدة بمركز ولاية سوسة، سعيد المجري على رأس معتمدية القلعة الكبرى، محمد ناصف معتمد بالقلعة الصغرى، بدور سميدة معتمدة بسوسة الرياض، رمزي الأخضر معتمد بنفيذة، فوزي حاج خليفة معتمدة كودة، حلمي المجري معتمد هرقلة، وأنيس بن علجية معتمد بالزاوية القصيبة وثريات. أمام موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت الأسواق وأرهقت كاهل المواطن، نزلت كاميرا ساحل تي في إلى سوق العراوة بالمدينة العتيقة لرصد أسعار الخضر والغلال ورصد آراء المواطنين. المستهلك، أو كما يعبر عنه السوق بمصطلح الوكال، لم يعد قادرا على الأكل حسب رغبته، وإنما وجد نفسه مضطرا للأكل على حسب ما تسمح له الأسعار مقارنة بميزانية جيبه، على حد تعبير المواطنين. خذ باقي غالي، الزوالي باش يموت، والله باش يموت. كيلو طماطم بلبين ب400 ولا ب1400 طماطم، عمري ما سمعت زوز كيلو ب500 كانوا، 3 كيلو بلب طماطم، وما عدوش كانت لحد ما 200 فرنك ولات اليوم ب400. خذ الدنيا الكل غالية، فلفل ب3400، طماطم بلبين ب18%، من أهل الثور ببال كل غالي، الزوالي مسكين. رأي الدنيا تكوي 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 تكوي. اليوم قفة التونسي قديش حسب رأيك باش تاخذ قضية كاملة؟ غالية برشا، غالية برشا برشا برشا. غرة فيفري 2017 هو أول أيام موسم التخفيضات الشتوية. قناة ساحل تي في نزلت إلى ساحة سيدي يحيى لمواكبة هذه المناسبة، لتجد أقبالا هاما وحشدا، ولكن ليس على المحلات التجارية، وإنما على منتصب الملابس المستعملة أو ما يعبر عنه بالفريب. المواطنون عبروا أن السولد موسمي وصوري في المحلات التجارية، بينما السولد في الفريب هو على مدار السنة ولا يشترط سلعا معينة في التخفيضات. في إطار الاستعداد للموسم السياحي المقبل، أشرف مؤخراً السيد فتحي بديرة والي سوسة على اجتماع بالمجلس الجهوي للسياحة في دورته الأولى لسنة 2017، وذلك بحضور عدد من الإطارات الجهوية وممثلي الهياكل المهنية للقطاع السياحي. هذا وتقدم المندوبون السياحيون بسوسة وياسمين الحمامات بعرض حول تقييم الموسم الفارط والاستعداد للموسم السياحي الجديد، والنظر في وضعية المنطقتين السياحيتين بالقنطاوي وياسمين الحمامات. بمناسبة زيارة الوفد الرسمي الجزائري من مدينة وهران إلى ولاية سوسة، أمضى السيدين فتح بديرة ولي سوسة وعبد الغني زعلان ولي وهران اتفاقية التوأمة والتعاون اللامركزية بين الولايتين بمقر الولاية، وحضر حفل التوقيع السيد القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس وثلة من الإطارات الجهوية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام بالجهة، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي لولاية وهران ورئيس المجلس الشعبي لبلدية وهران الجزائرية. توفيت مؤخراً طفلة تقوى حسين البالغة من العمر 12 عاماً بأحدى المصحات الخاصة في سوسة بعد تعكر حالتها الصحية إثر خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث في رقبتها. في أخبار الرياضة، دارت يوم الأحد 29 من جانفي 2017 أطوار مباراة كرة القدم التي جمعت كل من كوكب زاوية سوسة باتحاد سيدي بوعلية، وذلك في إطار الجولة 13 لمرحلة الذهاب لرابطة الوسط. المباراة انتهت بفوز فريق اتحاد سيدي بوعلية على مضيفه كوكب زاوية سوسة بنتيجة 2-2. في الختام، دارت يوم الأحد الفارط مقابلات الجولة 12 من بطولة الرابطة الجهوية بسوسة، والتي أسفرت على النتائج التالية: فوز النادي المسعدي على أمل زريبة بهدف مقابل شيء، الثريات الرياضية تفوز على نادي كرة القدم بزهور 3-2، اتحاد سيدي عامر يتعادل مع أمل الكندار 2-2، كوكب زاوية سوسة ينهزم أمام اتحاد سيدي بوعلية 2-1، شهاب الوردانيين يتعادل أمام أسد قصيبة بسوسة هدف مقابل هدف، وهلال أكودا يفوز على انفيذة الرياضية بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. مشاهدينا الكرام، بأخبار الرياضة نصل إلى آخر نشرتنا الإخبارية. شكرا على المتابعة ودمتم في أمان الله.